الزملكاويه. انا عندي مكالمه مهمه بس اروح للخبر اللي ازعج الزملكاويه الثاني واخد تعليقك عليها. خطاب النهارده من الاتحاد المصري لكره اليد بيقول: سيد مدير نادي الزمالك، تحيه طيبه وبعد، يسعدني ان ابعث لسيادتكم بخالص تحياتي وتقديري واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد، ايماء الى قرار اللجنه الاولمبيه المصريه بعدم اقامه اي مباريات على ملاعب او صاله نادي الزمالك، يرجى تفضيل بانه قد تقرر تاجيل جميع المباريات المقرر اقامتها على ملاعب صاله نادي الزمالك من 2/1/2018، وذلك لحين اشهار اخر مع الابقاء على اقامه مجدده لها مع ابدات الفرق المنافسه بنفس التواريخ والتتر في الجدول. المدير التنفيذي ايهاب العرب. طبعا انا زعلان جدا جدا من قرار اللجنه الاولمبيه بعيدا عن الزمالك، لان انت يعني عايز تعاقب رئيس نادي الزمالك اللي اخطا مثلا في حقك، لكن النادي ايه ذنبه؟ ايه ذنب لعيبه نادي الزمالك؟ ايه ذنب نادي الزمالك؟ ايه ذنب الالعاب الاخرى في نادي الزمالك انها تلعب بره ارضها؟ يعني انا شايف ان انا شخصيا معترض على الجزئيه دي من القرار. نادي الزمالك اللي عوقب مش رئيسه، يعني انت لو كنت عايز تعاقب رئيس او عضو مجلس اداره اخطا او اي حد في المنظومه اخطا، عاقب العضو. انت بتعرج ليه على النادي؟ أرد على انت النهارده عرجت على النادي وعاقبت النادي وعاقبت جماهير النادي وعاقبت الناس كلها. في رد للجنه الاولمبيه ربما يكون لم يصلك وانا قلت حصريا، هم خذ قرار الزمالك لو دخلها رئيس نادي الزمالك، الزمالك سيعاقب بخصم النقاط. هل تستطيع وجاوبني بامانه انك تمنع رئيس نادي ايا كان من هو، مش بتكلم عن الزمالك بس، انه داخل نادي في حد هيقدر يمنعه من الدخول؟ لا انا هقول لك ما حدش هيمنعه، بس انت خدت انت بتشتغل من خلال لوائح. هو اللائحه بتقول لو دخل المعاقب الغي المباراه خلاص.